ويلكم يوتيوب، رجعنا لكم بفيديو جديد، والفيديو هو جايين نتكلم عن فيديو كليب حصري اغنية دايلر الجديدة لولو. طبعا كل اللي دخل على الاسم لولو 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 دي، طبعا انا اول ما دخلت قلت لولو دي بنت، حسيت كده، حسيت ان دي واحد. فطبعا انت الناس المصريين بقى يدخل على طول. انا دخلت في الاخر انصدمت، لقيتها مكتبه، لقيت لولو يا جدعان مكتبه في الاخر. فانا استغربت جدا، وطبعا انا مش هعرض لكم الفيديو طبعا دلوقتي، انا مش هعرض لكم الفيديو كليب ولا صوت دايلر عشان ما يحصلش مشاكل. ولو تلاحظوا كل اليوتيوبر العرب فجأة طلعوا قالوا مشتريات المدرسة، اللي اتكلم عن مكتبات المدرسة صح؟ الوان المدرسة، كل حاجة فيها مدرسة، يعني ده بقى استهداف، دلوقتي بقى استهداف في اليوتيوبر العرب. دلوقتي هنشوف دايلر بيقول ايه في لولو في فيديو الكليب بتاعه الجديد. يلا يا بني. طبعا هنا دايلر بيقول اول في اول اغنية بيقول ماما، هنا بيتكلم امه، بيخاطب امه، ماما ابغى اروح لولو واشتري تري 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 اشتري علبة الوان. هنا طبعا بيعلن عن المكتبة. هنا بيقول دايلر ماما بروح له اشتري علبة الوان، يعني انا لو عايز علبة الوان في ايه؟ لو انا دلوقتي عايز علبة الوان هروح اشتريها من مكتبة لولو؟ يا جدع مواصلات وسفر، ده في السعودية دي ولا معرفش فين، في دبي ولا والله انا هروح اشوف اي مكتبة هنا. في مكتبة هنا تحتينا ممكن نخلص الدنيا، انت لو عملتها حوار يا جدع. بعدها قالها عايز يلون العالم بكل مكان. هو ايه يعني اللي هو عايز يجيب الوان؟ ماشي، قال له ماما انا عايز اجيب الوان عشان يلون العالم. طبعا هنا ده خيال واسع قوي منه، اللي هو عايز يلون العالم بكل مكان. ده الخيال ضاع، مفيش خيال خالص. وبعدها طبعا نادى على امه، ما اعرفش ايه دي اصلا، يعني اللي هو امه مش عايزه تجيب له خالص. طبعا هو هنا عاد بقى بعديها عاد كل الكلام، يعني عاد الكوبليه انت سيبك انت من الحته دي. هنا بقى بعديها بيقول في الكوبليه اللي بعديه اللي ابوه راح يشتري له وهو صغير علبه الوان وعلبه اقلام مش الوان، ومن الاقلام دي ابتدت الاحلام. حلو على فكره، حلو مش وحش، ده حلو جدا اصلا. يعني يلا طبعا هنا بعديها بقى دايلر قاعد يقول كل ما اجي، يعني بعد ما ابويا اشترى لي اقلام تمام، بعديها ابوه يعني بعد ما اشترى الاقلام هو بقى دايلر كل ما يجي المدرسه ينام ازاي؟ مش فاهم، حاسس ان انت يا عم احنا ناس اعلى من كده، انت كنت بتقول صامولي وحوارات، انت احنا ناس اعلى من كده، ايه اللي اقلام دي؟ احنا عدينا، احنا في جامعه يا جدعان، في يا جدعان احنا عدينا الحوار. هنكمل نشوف دايلر عايز مننا ايه. بعديها بيقول يعني بعد ما ابويا بقى اشترى لي الحوارات دي والاقلام والالوان، وامي اشترت لي الالوان، هو بقى دلوقتي بقى شخص تاني، يعني شخص تاني اللي هو كبر وبتاع. فهو بيخلي العيال الصغير عشان كل ده عشان تشتري علبه الوان اللي هي ب 5 جنيه عندنا دي من لولو. يعمل حوار، مش ممكن ابدا، مش معقول. يعني ده على فكره كده اعلان، مش اغنيه للمتابعين، مش اغنيه، ده اعلان اللي هو ماشي حالك بياخد عليها. اللي طبعا بعدها الذهب بقى قاعد يقول لك ماما اجي اروح له الواحد بقى يعيدها كتير. وما قالش غير كوبليه واحد بس في الاغنيه، وقاعد يقول ماما ابغى اروح له او عايز علبه الوان. بعدين الاغنيه ماما وين علبه الالوان، علبه الالوان يعني برضو هو عايز علبه الالوان. 4 مليون مشترك، مش عارف يجيب علبه الوان. انت اخد شيء محل كله يا اخي. طبعا هو بقى هنا حاسس اللي هو مغني عدم بقى، ماما ويه علبه الالوان ايه، وقعد بقى يعيدها اللي هو ايه، يعني الناس بقى بتقول له ايه، وبقى ماما ويه علبه الالوان. في ايه يا دايلر؟ انت كنت عامل صامولي ومدرسه وقلنا تمام وولع الدنيا. كل واحد بيعمل كليب اصلا بمزاجه وباللحن اللي هو، بس ده لحنه بيجذب الاطفال شويه، خلوا الناس بيت الالوان. شوف كله نفس الحوار، يعني حتى هنا في اخر الكليب جاب بقى الفاتوره، يا لهوي كل دي فاتوره، وبيضحك بقى يعني ايه ده. والاغنيه حلوه واحنا ما بنتريقش عليها، ده مجرد بس رده فعل. صح، يعني انا حتى ما رضيتش اجيب الفيديو كليب ولا صوته، احنا قلنا كده كده الناس اكيد شافت الاغنيه، فاحنا قلنا نوريكم بس رده فعلنا عليها، ويا ريت تكونوا ضحكتوا في اي ثانيه من الثواني. وبس كده، لو انت جديد عندنا في القناه انزل اعمل اشتراك من تحت،
بننزل فيديوهات يومية احيانا يعني، وفي الاسبوع ممكن ننزل لكم 3 فيديوهات على حسب. اعمل لايك للفيديو لو شوف عجبك التحديات الفيديو، والفلوجات، شوف الفلوجات والتحديات والمقالب، وقريب جدا هنعمل شوية مقالب حلوة. بس كده كان معكم ايه بي فيديو. سلام.